والأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الكويت وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا المحلية لهذه الليلة والتي نستهلها بأبرز العناوين. وزارة الإعلام تبدأ في استقبال مرشحي الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة. واستشار كويتي يجري عملية استزراع حنجرة اصطناعية لمريض. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحامد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الحامد الصباح. كما استقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح. وصل رئيس برلمان جمهورية ألبانيا ألير ميتا والوفد المرافق له إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافقة مراقب المجلس العضو سعود نشمي الحريجي وسفير دولة الكويت لدى ألبانيا نجيب البدر وسفير جمهورية ألبانيا لدى البلاد كويتيم مورينا. ومن المقرر أن يبحث ميتا مع رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي ميتا مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي والمدير العام للصندوق العام للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر بالإضافة إلى رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، كما سيحضر جانبا من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل. أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع اتفاق اللجنة على أن يكون الأحد المقبل موعدا نهائيا للبت في تقريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، وذلك لرفعه إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال. وقال الصانع في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية أنس الصالح انتهى إلى نتائج إيجابية، منها أن يكون هناك ما يتراوح بين 10 و 18 شهرا مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في جميع القطاعات التي لا يشملها مكافأة نهاية الخدمة. عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعها 17 وانتهت اللجنة إلى أن يكون يوم الأحد موعدا نهائيا لكتابة التقرير ومكافأة نهاية الخدمة. سيرفع تقريرها إلى الجلسة العامة من يوم الأحد القادم بعد أن نأخذ الأرقام النهائية من قبل الحكومة وبعد أن نستخلص المقترحات المقدمة من السادة الزملاء في أعضاء اللجنة، إلا أن واقع الحال في هذا الاجتماع المطول وصلنا إلى نتائج ممتازة مبدئيا
يكون هناك بما لا يقل عن 15 إلى 18 شهر تخص مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كافة القطاعات التي لا يشملها مكافأة نهاية خدمة مثل القطاعات النفطية أو التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العسكرية أو أي قطاع يشمل مكافأة نهاية خدمة. أشاد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوش برئاسة الكويت للاتحاد ودعمها لجهوده من أجل تحقيق أهدافه في تعزيز التعاون البرلماني العربي وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية. وأثنى بوشكوش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بالتمثيل النيابي لمجلس الأمة وبدوره في تعزيز المكاسب الديمقراطية من خلال الممارسة الدستورية الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مستفيدا في ذلك من أجواء الحرية والانفتاح التي تطبع كل مناحي الحياة الكويتية، وأكد أن مجلس الأمة جدير بالثقة التي وضعتها فيه البرلمانات العربية لرئاسة اتحادها في شخص رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، مشددا على أهمية بل أهلية تجربة الكويت النيابية وتمثيلية التي بلغت تمام نضجها لتكون نموذجا للاحتذاء ومرجعا للاستفادة والاستشارة. وأوضح أن تجربة الكويت أصبحت مثالا للممارسة الديمقراطية لا سيما على صعيد فصل السلطات وأعمال الرقابة البرلمانية، مشيرا في هذا الصدد إلى المؤتمر 20 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته دولة الكويت في شهر يناير الماضي. أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة للشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا بتشكيل فريق للتحقق من صحة ما أثير في إحدى الصحف المحلية حول استيلاء إحدى الشركات التنظيف على أراض بمنطقة ميناء عبدالله رغم انتهاء عقدها المبرم مع البلدية واستغلالها لآلياتها ومعداتها. وقال الوزير الكندري في بيان صحفي صادر عن البلدية اليوم إن الفريق المكون من قطاع الرقابة والتفتيش وإدارة التنظيم وأفرع البلدية في المحافظة الست سيجري مسحا كاملا على جميع العقود المماثلة في مختلف المناطق والمحافظات للتأكيد على عدم وجود حالات مماثلة. وأكد على مسؤولية البلدية ضرورة الانتهاء من إعداد تقرير بهذا الشأن ورفعه بأسرع وقت ممكن بغية التحقق من ملابساته، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين. افتتحت بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس أمس أعمال الاجتماع 91 للمجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي في دورته الحالية. وسيستعرض الاجتماع تقارير اللجان الدائمة للإذاعة والبرامج التلفزيونية والأخبار والرياضة والهندسة والشؤون الإدارية والمالية. تونس أعمال الاجتماع 91 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية لتدارس تطوير التبادلات البرامجية والإخبارية وتفعيل نظام مينوس الخاص بالتبادل وعرض التقريرين المالي والإداري للاتحاد للسنة الماضية. وأشاد المشاركون بالدور الريادي لدولة الكويت في دعم أنشطة الاتحاد والهيئات الأعضاء، وتجلى ذلك خاصة من خلال تقديم التسهيلات لتغطية فعاليات القمة العربية الأخيرة بالكويت. دولة الكويت الشقيقة والإخوة اللي موجودين وعلى رأسهم الأستاذ محمد العواش الوكيل المساعد له مساهمات كثيرة، وتجلت المساهمات دي في القمة العربية الأخيرة، تيسيرات مختلفة ومتعددة للدول المشاركة. الدعم المتواصل لدولة الكويت لاتحاد إذاعات الدول العربية وللإعلام العمل الإعلامي العربي بشكل عام فهو دعم كبير ومتواصل، تجلى في أكثر من مناسبة، ربما تكون آخر المناسبات انعقاد القمة العربية في دولة الكويت، والإشادة التي سمعناها هنا في هذا الاتحاد وفي هذه الاجتماعات بما قدمته وزارة الإعلام في دولة الكويت الشقيقة من دعم غير محدود لكل من تواجد في هذه القمة. وفد هام عن تلفزيون دولة الكويت والإذاعة الكويتية أثر النقاشات بجملة من المقترحات والمبادرات لتطوير التعاون الإعلامي العربي. نحمل تعليمات وتوجيهات معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح وسعادة الوكيل الأخ صلاح المباركي للتفاعل الإعلامي العربي
ودعم هذا العمل الإعلام العربي. والإذاعة الكويت دور كبير في اتحاد الإذاعات العربية من خلال عملية التبادل البرامجي، من خلال المشاركات في الفعاليات التي تقام هنا في تونس أو في أي دولة عربية أخرى، من خلال نسبة وحجم التبادل البرامجي، والإذاعة الكويت دائما تكون سباقة في أي عمل يهم الوطن العربي بشكل عام. كما استعرض الوفد الكويتي أوجه التطور في الإنتاج الإعلامي الكويتي على مستوى الإذاعة والتلفزيون. هناك جهود حديثة من قبل وزارة الإعلام ممثلة المعالي وزير الإعلام ودعم هذه المنظومة المهمة في مجال الإعلام، أيضا من خلال هذا التواجد الجميل من المشرق إلى المغرب، وبالأخص الجهود من الأخوة في إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت بخصوص البرامج وتبادل البرامج حجم كبير ومبذول من الأخوة، أيضا الأخوة في تلفزيون الكويت جهود من خلال التبادل البرامجي. وتتواصل أعمال هذه الدورة يومين، يتم في ختامها وضع برامج واستراتيجيات الاتحاد للفترة القادمة. أنشطة ثرية ومتنوعة لتلفزيون وإذاعة دولة الكويت على مستوى التبادلات الإخبارية داخل اتحاد إذاعات الدول العربية. إعلام كويتي قيم ظل دوما محل إشادة من قبل الهيئات الأعضاء. ناجح المساوي تلفزيون دولة الكويت من أمام مقر اتحاد إذاعات الدول العربية تونس. أهلا بكم. بدأت وزارة الإعلام اليوم باستقبال المرشحين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، وذلك من أجل تحقيق أهدافه لعضوية مجلس الأمة للدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة، والتي سوف تنطلق في 26 من الشهر الحالي. الديمقراطية الكويتية تجربة نابعة من عقيدة الشعب الكويتي، تاريخه وبيئته الخاصة، حيث تآزرت هذه العوامل على قيام صيغة من الممارسة الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن الذي تتنوع فيها الآراء والتوجهات، وتمارس حريات التعبير في ظل مناخ من الحرية والود والتسامح والشورى وسيادة القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق عباس عبد الله، الدائرة الثالثة، عضو مجلس الأمة، منصبه تكليفي وليس تشريفي، لأنه هو مكلف في أنه هو يشرع القوانين اللي من خلالها يطالب في حقوق الوطن والمواطن وضمان حقوقهم بالكامل. فشيء طبيعي أن الإنسان إذا اجتهد والعضو إذا اجتهد بإذن الله أكيد بعدها راح يكون منصب تشريفي، راح يشرفه اللي هو سواه حق الوطن والمواطن. فشيء طبيعي يعني لازم يكون مكلف في هالشيء في البداية. عثمان الكوح، مرشح الدائرة الثالثة. أتمنى لكل مواطن كويتي يتجه للتصويت انتخابات تكميلية لمصلحة البلد ويختار الأكفأ للبلد. هذا الصرح نجح في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات، كما نجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها البلاد. شددت وزارة التربية على ضرورة التزام لجان اختبارات المرحلة الثانوية بتعليمات الوزارة أثناء سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2013-2014 بهدف توفير
أجواء مريحة للطلاب لأداء اختباراتهم بهدوء ووفق مسارها الطبيعي. ودعت وكيلة وزارة التربية مريم لوتيد في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية اليوم اللجان إلى مراعاة الأسلوب الشفاف في تفتيش الطلاب قبل الاختبارات والعمل على حل أي مشكلة داخل الكنترول، ومن خلال الاستعانة بمدري عموم المناطق التعليمية والوكيل المختص ووكيل الوزارة قبل اللجوء إلى وزارة الداخلية. وأوضحت أن الوزارة أوقفت استخدام أجهزة التشويش على الهواتف المتنقلة بعد أن ثبت ضرر هذه الأجهزة على صحة الطلاب، مطالبة رؤساء اللجان بالتصرف بحكمة في التعامل مع أي حادث مع وضع مصلحة الطالب في الاعتبار، لا سيما المتعلقة بالنواحي الصحية. أجرى استشاري جراحة الرأس والرقبة في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة الدكتور مطلق خالد السيحان عملية جراحية لمريض يعاني أوراما في الحنجرة، تعد الأولى من نوعها في الكويت والخليج العربي. الدكتور مطلق السيحان أكد أن العملية التي أجريت تمثلت بزراعة حنجرة اصطناعية بعد استئصال حنجرة تالفة لأحد المرضى. إنجازات تستحق التقدير والإشادة. ليس بغريب على أطبائنا الكويتيين أن يحققوا العديد من البصمات الواضحة في كافة المحافل الطبية على المستوى المحلي والعربي والدولي. فقد أجرى طبيب كويتي مؤخرا في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة عملية جراحية لمريض يعاني من أورام في الحنجرة تمثلت باستئصال حنجرة المريض وزراعة حنجرة أخرى اصطناعية. المريض كان يعاني من درجة متقدمة من ورم في الحنجرة مما سبب له عدم القدرة على البلع أو التنفس. المريض كان بادي في عملية الإشعاع والكيمياء العلاج الإشعاعي والكيميائي والذي للأسف لم يكن له الجدوى بالنسبة لحالته. هذه العملية سارت بمسارات عدة تمثلت بإعادة بناء البلعوم واستئصال الحنجرة وزراعة حنجرة اصطناعية. بالنسبة للعملية، العملية هي عبارة كانت عن استئصال الحنجرة كاملة وإعادة بناء البلعوم وزراعة حنجرة اصطناعية، لأن المريض كون شلتي من الحنجرة فهو يحتاج إلى مثل ما تقولين طريقين. الأول لكي أساس يكون قادر أنه يبلع عن طريق البلعوم، والطريقة الثانية اللي هو أنه يقدر مثل ما تقولين يتنسم عن طريق الفتحة تكون أمامية عن طريق بوسط الرقبة. فالطريقة الثانية اللي صلحنا أنه مثل ما تقولين نسويها لها في العملية هذه، واللي هي مميزة بالعملية هذه أنه زرعنا لها بنفس الوقت حنجرة صناعية يستطيع من خلالها الكلام مثل ما تقولين بعد فترة وجيزة من العملية خلال تقريباً 10 أيام. إذن هذه العملية الجراحية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت ودول الخليج العربي، فقد كانت تجرى سابقاً بمرحلتين والآن تجرى بمرحلة واحدة. فإن دل على شيء فإنه يدل على مدى اهتمام أطبائنا الكويتيين في مواكبة كل ما هو جديد في هذا العالم المتغير والمتجدد. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله محسن جميعان الحربي عن عمر يناهز 49. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف جاسم حسن الحربي عن عمر يناهز 25. انتقلت إلى رحمة الله تعالى رقية أحمد محمد علي عن عمر يناهز 80. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم عثمان إبراهيم القليش أرملة عبد الله عيسى عبد الله المطر عن عمر يناهز 61، وسيوارى جثمان والثرى الساعة 9 من صباح غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى هند صالح محمد العرب زوجة محمد عبد الملك محمد النوري عن عمر يناهز 46، وسيوارى جثمان وثرى الساعة 9 من صباح غد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسادة في الختام إليكم الآن تذكير بأبرز العناوين. وزارة الإعلام تبدأ في استقبال مرشحي الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة.
واستشاري كويتي يجري عملية استزراع حنجرة اصطناعية لمريض. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.